الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم دخول مصلى النساء أكرمك الله أثناء العذر الشرعي، وهل يجوز لها حضور الدروس المقامة فيه والحلقات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص، ومن جملة ما خصه النص دخول الحائض للمسجد، فلا يجوز للحائض في أصح قولي أهل العلم أن تدخل المسجد لثبوت النص بمنعها من الدخول. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: يا رسول الله، إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يديك. فتأملوا معي جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما علم أن الذي يمنع عائشة رضي الله عنها من دخول المسجد هو أنها حائض، لم يقل لها رسول الله: حتى وإن كنت حائضا فإن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، ولكن كان جوابه هو الإقرار بأن الحائض ممنوعة من المسجد، ولكن كون الحائض تمد يدها وتتناول شيئا من المسجد لا يعتبر ذلك من الدخول المنهي عنه. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، بمعنى أن مد اليد وتناول شيء من المسجد لا يعتبر من الدخول المنهي عنه، ولأن المتقرر عند العلماء وجوب صيانة المساجد من كل ما من شأنه تقذيرها أو تنجيسها. ومن المعلوم أن دم الحيض دم نجس، فسدا لذريعة تساقط شيء من دمها على أرض المسجد التي يصلي عليها المسلمون تمنع من باب سد الذرائع، وسد الذرائع قاعدة مقررة عند أهل العلم. فمن أجل ذلك لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، للدليل الأثري وهو حديث عائشة، وللدليل النظري وهو قاعدة سد الذرائع. وبناء على ذلك فإن هذا المصلى والمسمى مصلى النساء إذا كان داخلا في حدود المسجدية، بمعنى أن يكون غرفة متصلة بالمسجد أو يحيط بها سور المسجد، فإنه يأخذ حكم المسجد، فلا يجوز للحائض أن تدخله لأي غرض من الأغراض إلا دخول ضرورة أو حاجة ملحة. ولا أظن أن دخولها لحلقات القرآن تعلما أو تعليما، أو لحلقات المساجد التدريس أو طلب العلم، لا أظنه من دخول الحاجة ولا من دخول الضرورة، والله فحينئذ لا يجوز لها ذلك، والله أعلم.